31 من ديسمبر 1946، ذكرى انسحاب آخر جندي فرنسي من لبنان، لكنك ستكون مخطئاً إن اعتقدت أنه يوم الاستقلال في لبنان. 22 من نوفمبر 1943، ذكرى إطلاق الفرنسيين سراح رئيس لبنان ورئيس حكومته، إلا أنه اليوم الذي يحتفل فيه اللبنانيون باستقلالهم. هل فكرت يوماً لماذا يحتفل لبنان بالاستقلال بغير يوم استقلاله؟ وما علاقة ضمان الانفصال عن سوريا بالاستقلال؟ أصل الحكاية. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أعلن الشريف حسين قيام الدولة العربية. الدولة العربية كانت تضم كل البلاد العربية المحررة من العثمانيين. اتفاقية حسين مكماهون ضمت لبنان الحالي للمملكة العربية كجزء من سوريا، إلا أن فرنسا كانت منتدبة بالوقت ذاته لحكم لبنان بحسب اتفاقية ساكس-بيكو، فكانت مطالب مسيحي لبنان تأسيس دولة مستقلة بحماية فرنسية، فيما رفض مسلمو لبنان قيام دولة لبنانية لسببين: رفض وصاية الغرب والرغبة بالانضمام للدولة العربية كجزء من سوريا الكبرى برئاسة الأمير فيصل، على أن تضم الدولة العربية سوريا الحالية ولبنان وفلسطين والأردن والعراق. صيغة الخور الصلح. لم تعترف الحركة الوطنية السورية حينها بالكيان اللبناني، لكن فرنسا اشترطت لإعطاء لبنان وسوريا استقلالهما الاعتراف بهذا الكيان. قبول ممثل الحركة الوطنية الشرط أحدث صدعاً بصفوف السياسيين. بعض سياسيي الحركة تلبنوا على الفور مثل خير الدين الأحدب، وآخرون بحثوا عن صيغة توافقية بين الولاء لسوريا والاعتراف بلبنان مثل الصلح والخوري. رياض الصلح كان رافضاً لصيغة الرئيس اللبناني الأسبق ميشيل أداة للاحتماء بالفرنسيين. الصلح كان رافضاً أيضاً لصيغة أنطوان سعادة التي ترى لبنان جزءاً من سوريا بين 1930 و1943. تبلورت صيغة رياض الصلح وبشار الخوري. الصيغة عرفت حينها بالميثاق الوطني اللبناني وفق معادلة تنازل المسيحيين عن مطلب حماية فرنسا وتنازل المسلمين عن طلب الانضمام لسوريا. ثورة بشامون. مع حلول عام 1943 طالبت الحكومة اللبنانية بتعديل الدستور. دعم البريطانيين لمساعي لبنان الاستقلال شكل ضغطاً على الفرنسيين، وفي 21 من سبتمبر بات الخوري رئيساً للجمهورية وألف حكومته مع الصلح. حكومة الصلح أعلنت الاستقلال التام وحولت مشروع تعديل الدستور للمجلس النيابي. رد الفعل الفرنسي تجسد بتعليق الدستور واعتقال الخوري والصلح وبعض الوزراء. فرنسا نقلت الزعماء المعتقلين إلى قلعة راشية حيث احتجزتهم هناك، إلا أن وزير الدفاع الأمير مجيد أرسلان نجا من الاعتقال وهرب لجبل لبنان. بقرية بشامون ألف أرسلان ورئيس النواب صبري حمادة والوزير حبيب أبو شهلة حكومة مؤقتة. حكومة بشامون غيرت العلم اللبناني المقر من الفرنسيين. العلم الحالي رسم بقلم الرصاص على جناح السرعة ولون بأقلام مدرسية. مع انتشار أنباء اعتقال الخوري والصلح اندلعت مظاهرات بأرجاء لبنان. رفع المتظاهرون العلم اللبناني الجديد وتم وضعه بدل العلم القديم على باب مجلس النواب. تحت ضغط الشارع وبريطانيا اضطرت فرنسا لإطلاق سراح الزعماء المعتقلين. إطلاق سراح الخوري والصلح لم يكن فقط اعترافاً فرنسياً بالاستقلال، بل ضماناً فرنسياً بريطانياً بإقامة كيان لبناني بعيداً عن الدولة السورية، حتى أن فرنسا كان لها كلمة بمناسبة إطلاق سراح الزعماء. إن الاستقلال لا يقاس بمساحة الوطن ولا بعدد السكان، إنما يقاس بالإيمان الذي يغمر قلوب المواطنين. وقد أثبت اللبنانيون أنهم أهل لهذا الاستقلال، ولذا فإن لبنان يعتبر وطنا كبيرا وجديرا بالاستقلال التام الناجز. الجنرال سبيرز. قبل أن تأتي نصيحة أمريكا للبنان بإعلان الحرب على ألمانيا، ما سهل على لبنان قبوله بين مؤسسي الأمم المتحدة عام 1945، ثم الاستقلال الكامل عن فرنسا في 30 من ديسمبر عام 1946 ليكون لبنان بشكله الحالي. وأنت، هل تعرف بلداً آخر يحتفل بيوم استقلاله بغير يوم الاستقلال؟